ميادة بالتعاون مع الله، بما انه هي بعثت لي كم حدا، في عندي صديقة اسمها وفاء وهي وفية كثير طلعت، انا ما كنت بعرفها، اليوم قاعدة بتدير بالها مثلا علي اكثر من حالي يعني. تواجد ابن اختي، انا ما عندي شباب، هذا الشاب اسمه جورج بضل كمان بيطل علي الله يخلي لي اياه، لانه نحن بتعرف في حلبية في شخص بالإضافة إلى وفاء اللي ما تركتني لحظة بمرضي، اللي أنا بعتبر بصراحة شديدة يعني، لما بدها تسمعني هي بتعرف أنا بعتبر في يعني في عناية إلهية، قدرة سماوية ربانية روحانية، اعتبري اللي بدك إياه، أنه هي اللي سخرت الأشخاص حولها يعني، وسخرتها قالت لها روحي شوفي الزلمة أحسن ما يكون لحاله. مثل مثلا أبونا الياس زحلاوي، هذا الأب اللي أنا من زمان كنت أقول، قلت لهم مرة بدار الأوبرا حفلة الذكرى السنوية تبع ميادة، قلت لهم كل الناس عندهم أب واحد، أنا عندي اثنين، واحد الله يرحمه والثاني الله يطول بعمره، ابونا الياس الله يطول يعني ما بدي اقعد هلا انا مثل ما بقولوا اشكر فيه، لانه الله بيعرف قديش بضل خايف علي، بضل بتطمن علي، وبضل انا بشوف حالي صغير قدامه، وكل يوم بيجي لعندي بقعد برفع لي من معنوياتي وكذا، يعني هذول الناس بيخلوكي بالوحده يعني نوعا ما، هذول طلعوني من وحدتي، هذول الناس اللي بقول لك عليهم. انا كنت كثير يمكن قسيت، لانه انا كنت انزل لحلب اقعد شهر، انا كنت كل يوم ازورها لميادة، اطلع لفوق احكي لها. في بعض الناس يقولوا لي حدا بيحكي مع الحجر، بقول لهم هي الحجر تحته في بشر، ونحن انا مؤمن دائما بشيء انه بحاجه الانسان ليفضفض يعني. صحيح. فلمي بدي فضفض يعني، انا بالبيت ببيت مساحته 200 متر اقعد لوحدي، لا بفضل بقرني متر بمتر اقعد احكي مع حدا